ازيكم يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ هكلمكم بقى عن حاجه حلوه جدا لسه نازله في اوريفلام جديده، وهي العلب الاي شادو الجديده من اوريفلام. علب الاي شادو بصوا نازله يا بنات بدرجات تجنن. دي درجه اللي هي درجات البينك بتاعتها. بصوا عامله ازاي، فيها بقى اللي تحت ده اللي هو الاخر اتنين بني تحت دول الحواجب. دي درجه اللي هي فيها على بينكات شويه، ونازل منها الدرجه دي على بنيات. انا بحب البنيات جدا. بصوا درجاتها بجد حلوه جدا جدا جدا. انا محطه منها، انا حاطه من البنيات دي. بصوا حلوه جدا جدا، يعني بصوا درجاتها فيها درجات بتلمع وفيها درجات مط وبتلمع، واخر اتنين دولت البنيات بس تعمليهم للحواجب. بصوا انا حاطه منها برضو للحواجب. دي فرشه برضو الحواجب من اوريفلام، حلوه قوي. بتستعمليها كده، ممكن تاخدي من الفاتح بس او من الغامق بس، او تدمجي الاتنين مع بعض اهو. تمام، بفرشه الحواجب بتاعت اوريفلام تظبطي بقى من اول، تيجي من نص الحواجب كده وتمشي فوق كده. تمام، وبرضو تحت تمشي تحت كده بس من الاول هنا بالفرشه كده، بالفرشه اللي هي المدببه دي بتاعت الحواجب. اطلعي كده، امشي ارسمي الحواجب كده. تمام، برضو هنا كده من الاول ارسمي كده، لكن تعالي من نص الحاجب ارسمي من فوق وارسمي من تحت واملي الفراغات. تمام، فرشه الحواجب دي برضو من الافلام ما بستغناش عنها بصراحه. دي علب الاي شادو بجد من الحاجات اللي انا انبهرت بيها. درجاتها والواناتها حلوه جدا جدا يا بنات. لو انت ما جربتهاش الشهر ده، لا نصيحه لازم تجربيها، عليها اوفر حلوه قوي قوي في الكتالوج. فبجد هتغنيكي عن كذا حاجه. هي علبه حواجب اصلا، علبه الحواجب لوحدها بتنزل بكام؟ فانت دي فيها حواجب وفيها ست الوان غير الحواجب. دي درجات البينك، فيها الابيض اللي بتحط تحت الحواجب، فيها برضو البني، فيها الجراي، فيها البيربل، فيها الروز. البينك حلوه جدا، والتانية اللي هي البنيات برضو اهي، اخر درجتين حواجب، اتنين حواجب واربع درجات تانية. درجات اللي هي حلوة قوي، بتناسب البشرة اللي هي لو قمحية، بشرتك قمحية بيضة، بتناسب كل درجات البشرة يعني. فبجد من الحاجات الحلوة قوي وعليها اوفر حلوة قوي الشهر ده يا بنات. لو انتم ما جربتمش بجد انصحكم تجربوهم، حلوين جدا جدا. ميرسي جدا ليكم.